لن تصدق من هو ابن الفنانة ليلى طاهر المشهور، ولن تصدق من هي زوجته الفنانة المشهورة، ولن تصدق كم عدد أزواج الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، وهل تم بتر قدم الفنانة ليلى طاهر أم لا؟ كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو. ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو. ظهور مفزع ومثير للشفقة للفنانة الجميلة ليلى طاهر، لن تصدق كيف غدر بها الزمان وغير ملامحها الجميلة، وهكذا بدت بالعكاز. تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة للفنانة الكبيرة ليلى طاهر أثناء تجولها داخل أحد معارض أدوات التجميل، وظهرت ليلى طاهر من خلال الفيديو وهي تتكئ على عصا لعدم استطاعتها الحركة بشكل طبيعي نتيجة لتقدمها في السن. وحاولت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر إخفاء العصا أثناء تصويرها لحرصها الشديد على الظهور أمام جمهورها بشكل طبيعي، إلا أن الفيديو تم تصويره بشكل مفاجئ ولم تستطع الفنانة ليلى طاهر إخفاء العصا، وظهرت وهي تتكئ عليها فيما حاولت بعد ذلك إخفاء العصا أثناء طلب البعض التقاط الصور التذكارية معها، كما ظهرت ملامحها متغيرة كثيرا وظهرت عليها علامات الشيخوخة والتجاعيد في الوجه. تسببت الصور الأخيرة للفنانة ليلى طاهر في حالة من الحزن الشديد بين محبيها، وكانت تستعين بعكاز تستند به. وقد تعاطف العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة القديرة ليلى طاهر وقاموا بالدعاء لها بالشفاء العاجل. وانتشرت مجموعة من الصور للفنانة القديرة ليلى طاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة ظهورها الأخير الذي فاجأ جمهورها ومحبيها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية. عند ظهور الفنانة ليلى طاهر في الصور المنشورة أصبحت ملامحها متغيرة تماما، حيث ظهرت عليها علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ جدا، وكذلك غزت التجاعيد وجهها ورقبتها، مما أدى إلى ظهورها بشكل مختلف تماما عما تعود عليه الجمهور. ويذكر أن ليلى طاهر أعلنت أنها اتخذت قرار الاعتزال ولا رجعة فيه، وفي تصريحات لها قالت أنها تحب الفن لدرجة العشق، ولكن قدمت كل ما عندها وتركت تاريخ سيعيش حتى مئات السنين، وبذلك يكون مشوار الفني انتهى بسلام، ويجب أن أترك الراية الفنية للجيل القادم من بعدي. لاستكشاف ليلى طاهر مرة أخرى. ليلى طاهر هي واحدة من جميلات الزمن الجميل، واستطاعت أن تترك بصمة في الأدوار المميزة التي شاركت فيها، فجاذبيتها على الشاشة استمرت معها لآخر أعمالها. اعتبرت الممثلة المصرية ليلى طاهر التي تبلغ من العمر 80 عام من أبرز وأجمل الممثلات المصريات الجميلات اللواتي تركن بصمة في الدراما العربية. أزواج الفنانة ليلى طاهر. تزوجت الفنانة ليلى طاهر 6 مرات. فالمرة الأولى تزوجت الفنانة ليلى طاهر في سن 18 عام من رجل الأعمال محمد الشربيني، ولها منه ولد وهو أحمد، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا. تزوجت للمرة الثانية من المخرج حسين فوزي وانفصل بعد فترة قصيرة دون أن يثمر هذا الزواج عن أي أبناء. أما زواجها الثالث فكان من الصحفي نبيل عصمت، لكنه لم يدم أكثر من عام. ثم تزوجت الفنانة ليلى طاهر للمرة الرابعة من الفنان يوسف شعبان وانفصل 3 مرات خلال علاقة استمرت 4 سنوات. ثم تزوجت الفنانة ليلى طاهر من الموسيقار خالد الأمير وانفصل في العام 1981 بعد 10 سنوات من الزواج. وبعد انفصالها عن الموسيقار خالد الأمير تزوجت شخصا من خارج الوسط الفني. ورغم تعدد زيجات الفنانة ليلى طاهر إلا أنها لم تنجب سوى ابن واحد فقط وهو أحمد،
وهو من زوجها الأول محمد الشربيني. وتلقت الفنانة ليلى طاهر 50 عرضا للزواج بعد انفصالها الأخير، ولكنها رفضتها جميعا وقررت التفرغ للفن ولتربية ابنها أحمد فقط. ابن الفنانة ليلى طاهر مشهور جدا، وزوجته فنانة مشهورة معتزلة. بدأت الفنانة ليلى طاهر زيجاتها من محمد الشربيني كما ذكرنا، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، ومن بعدها تزوجت المخرج حسين فوزي، ثم الصحفي نبيل عصمت، ثم الفنان يوسف شعبان، والملحن خالد الأمير. وبعد انفصالها عنه تزوجت شخصا من خارج الوسط الفني. أحمد الشربيني هو مساعد وزير الاتصالات لشؤون التعاون الدولي ورئيس المعهد القومي للاتصالات، الابن الوحيد للممثلة ليلى طاهر، والذي تزوج من الفنانة المصرية عزة لبيب التي اشتهرت في مسرحيات الفنان محمد صبحي، ولديها 3 أبناء هم إيمان وشريف وعلياء. على امتداد الأيام والأسابيع الماضية انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا عدد من الصور للفنانة الجميلة ليلى طاهر بصحبة حفيدتها وزوجة ابنها، وتفاجأ الجميع بزوجة ابن الفنانة ليلى طاهر، فهي فنانة شهيرة أيضا، والمعظم لم يكن يعرف أن هناك صلة قرابة بينهم. وتعد الفنانة عزة لبيب زوجة المهندس أحمد الشربيني، مدير مركز الاتصالات بمركز الوزراء، وابن الفنانة ليلى طاهر. وشاركت عزة لبيب في كثير من الأعمال الفنية، ومنها مسلسلات أرابيسك وزيزانيا وأوراق مصرية وبرج الأكابر، هبة رجل الغراب، وآخر أعمالها حتى الآن هو مسلسل قوت القلوب مع الفنانة مجدة زكي، حيث شاركت في الجزئين. خلال الأيام الأخيرة تصدرت أخبار تحت عنوان وفاة الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، وأيضا بتر قدم الفنانة ليلى طاهر، ولجوء الفنانة إلى تركيب قدم اصطناعية، محرك البحث على جوجل، إضافة إلى لجوء البعض لنشر فيديوهات على يوتيوب حول هذا الموضوع. الحقيقة هذا الخبر ليس صحيحا، إذ كانت الممثلة القديرة قد طمأنت الجمهور وكل محبيها عن صحتها في أكثر من برنامج تلفزيوني مشيرة إلى أن كل ما يقال عن هذا الموضوع لا حقيقة له، مشيرة إلى أن كل هدف مطلقوها الترند من دون النظر لأي اعتبارات إنسانية. وانفعلت الفنانة ليلى طاهر بعد ترويج شائعات عن حالتها الصحية ووفاتها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطمأنت الفنانة الكبيرة جمهورها وقالت في تصريحات: أنا بخير ولا أعرف مصدر الأخبار الغريبة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمرة يقولوا إن توفيت، ومرة أخرى يقولوا إن أنا بترت قدمي، ولا أعرف لماذا يريدون تشويه الفنانين. حتى الزعيم عادل إمام طالته شائعات لدرجة إنني قرأت إنه دخل مستشفى المجانين، وهذا غير حقيقي تماما، وما يفعلوه سخيف للغاية. ومنذ فترة تعرضت الفنانة ليلى طاهر لإصابة أدت إلى كسر في القدم بعد سقوطها المفاجئ عليها إثر فقدانها للاتزان، وتم نقلها إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية في قدمها. ليلى طاهر اسمها الحقيقي شرويت مصطفى إبراهيم فهمي، وهي من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية، وهي من مواليد 13 مارس عام 1939، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكان من المفترض أن تكون أخصائية اجتماعية كما كان يخطط والدها، إلا أن اتجاهها للفن أثناء دراستها بالمعهد حال دون تحقيق مخطط أبويها لها. بدأت الفنانة ليلى طاهر حياة الشهرة مذيعة تلفزيونية مع بداية إرسال التلفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التلفزيوني روبير صايغ، الذي كان من الرعيل الأول لمخرج التلفزيون، حيث ساعدها وشجعها وأهلها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة،
كان من أبرزها برنامج مجلة التلفزيون الذي استمر تقديمه فترة طويلة حتى بعد أن اكتشفها رمسيس نجيب ليختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبد القدوس. فاختارت ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة الراحلة ليلى مراد. وقالت الفنانة ليلى طاهر عن نفسها: بدايتي كانت في السينما من خلال فيلم أبو حديد الذي أديت فيه دور البطولة مع الفنان فريد شوقي، وقد تم إنتاجه وعرضه في عام 1958 قبل العمل بالتلفزيون المصري الذي لم يفتتح إلا في عام 1960، أي بعد فيلم أبو حديد. كانت بدايتها مع التلفزيون كمقدمة برامج منوعات اعتزال الفنانة ليلى طاهر. رغم ابتعادها عن الوسط الفني منذ 5 أعوام كاملة، إلا أن قرار اعتزال الفنانة ليلى طاهر كان بمثابة مفاجأة لجمهورها الذي كان يظنها منتظرة أعمالا مناسبة لها ولسنها. لكنها أعلنت بشكل نهائي اعتزالها العمل الفني وتفرغها لأسرتها واقتناعها بهذا القرار الذي وصفته بأنه لا رجعة فيه. وتحدثت الفنانة ليلى طاهر عن تفاصيل قرار اعتزالها الفن وقالت: لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتي العائلية، وقرار الاعتزال أعتقد لا يكون فيه رجعة وما ينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة الحياة العائلية وغربت من عائلتي وأصدقائي. وتابعت الفنانة ليلى طاهر: الأعمال اللي بتتعرض عليا لا تناسبني ولا تناسب سني، وقلت يكفي ما عملته من تاريخ وما فيش داعي إني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد. وأوضحت الفنانة ليلى طاهر أن سبب اعتزالها هو إنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة إنها مستمتعة بحياتها الآن مختتمة: اكتفيت بما قدمت في تاريخي وأحترم جمهوري ويكفي ما قدمته.